على الورى منزلا بسم الوالي ابتدي النظم لمن نقلا حمدا لمنشي الورى من عدم نوالا لمنه نعمة الإسلام اللي أزلا من خاصنا المصطفى من بين من أرسلا لله على الورى منزلا رضيت بالله رابا لا له مثلا وللإسلام لدين منسخ الملالا نبيا بالمصطفى يا حبذا مرسلا بذاك والله لا أبغي به بدلا لأنه صفوة البريء بين الملا وأفضل الخلق ضرا أعلم أعدلا وبئسا آخرهم وخلقة أولا وذاك باب إلى لله جل وعلا من دون بابه من نطاق لن يدخلا ولا له مدخل سوى ولن يصلا ونائب الحق ذا إلى الورى فاقبلا لولاهما خلقا ذخرا ولا هولا ولا نبيون لم يبعث ولا رسلا ولا الخليل نجا من الحريق ولا هدى الذبيحان والدان خير الملا ليوم حاشر الورى لذت به لكم ملا لله على الورى منزلا لا نكتفي من دنا منه ولا مأملا إذ لن ترى نعمتان من السماء انزلا ولن ترى عملان إلى الورى ارسلا إلا وواسطها قيدها الهنبلا مصطفى يا حبذا مرسلا نبينا احمد اياك ان تجعل به نامنا وواصل وسلا هو الوسيله ما نرجوه من ذي العلا لله على الورى منزلا الله وهو المعاد لما نحضره من بلا نحضره من بلاس بيض لون سقى حمراء ومعتدلا وابهجا نبلجا وافلجا نجملا اغنى العرنين ازيج وادعجا نشكلا